وجه النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر رسالة نارية إلى الهلال قبل ديربي الرياض المرتقب، ويستضيف النصر الغريم الأزلي الهلال ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 فور استئناف المسابقة. وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف مسابقة دوري المحترفين بتاريخ 4 أغسطس القادم، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة رفع الحظر عن النشاط المتوقف منذ مارس الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ونشر حمد الله عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يؤدي تدريبات شاقة استعدادا لهز شباك الهلال في ديربي الرياض. وعلق حمد الله على مقطع الفيديو قائلا: بدون توقف راجعين قريبا. وغير بعيد عن النصر، كشف الكاتب الصحفي صالح الحناكي عن خسارة مالية فادحة في النصر بعد قرار استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الرياضي الحالي. وأشار الحناكي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن تجديد عقد الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر لمدة موسم رياضي كامل سيكلف الخزينة مبلغ 13 مليون ريال سعودي. وأوضح الكاتب الصحفي أن هذه الخسارة الفادحة تأتي بعد رفض اللاعب تمديد عقده لثلاث أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي واشتراطه التجديد عاما كامل للبقاء مع النصر. جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف وضعت الأندية أمام اختيارين بعد قرار استئناف النشاط، وهما: إما التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو أو يوليو لتمديده حتى نهاية الموسم بنفس القيمة المالية السابقة، أو أن يستكمل الفريق الموسم الرياضي الحالي بدون اللاعب الذي سيرفض تمديد عقده ويقرر الرحيل. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.